السلام عليكم. عندي رياضيات أو المتوسط. الوقت يقضي طالب مع عائلته 10 ساعات مبنيا في جدول أدنى، هاي مبينة. سؤال 12، مثل البيانات في الدائرة البيانية. شلون أمثلها بالدائرة البيانية؟ قبل ما أمثلها بالدائرة البيانية أول شيء أضربها، بعدين أضربها في 360، بعدين أقسمها على 100. ماشي. 35، هذا الغداء النسبة المئوية هي 100. أي شيء نسبة مئوية تعتبر المقامها 100، على مود أقسمها. هاي أول خطوة، 35 على 100 في 360، هاي الدائرة الكاملة. أنزل المقام 100، أنزل الصفر هنا مال 360، أنزله بالمقام. أقول 35 في 36 إيش قد يساوي لنا؟ دقتها بالحاسبة طلع لي 1260. 1260، هاي 260. أشيل الصفر، أختصر هذا العدد ويا هذا العدد، يطلع لي 126. 126. زين. هسه شاهد مشاهدة تلفزيون 25%. هسه أقول زاوية اللوحة، زاوية مشاهدة تي في، تي في يعني تلفزيون. إيش قد التلفزيون الرقم مالته؟ 25 على 100. 25 على 100 في 360. زين، إيش أسوي؟ أختصر يساوي 100 المقام، والصفر أنزله. 36 في 25، دقيتها بالحاسبة طلعت لي 9000. أشيل 100 منه ومية ومنه، أشيل صفارة، إيش قد تساوي لي؟ 90. 90 درجة. أنا درجة لأن بها زاوية. هسه عندي وجبة المحادثة 15%، زاوية محادثة، زاوية المحادثة إيش قد تساوي لي؟ 15 على 100 في 360 يساوي إيش قد المقام؟ 100. الصفر أنزلها. 36 في 15، دقيتها بالحاسبة طلعت لي 4440. 4400. نعم 4400. أربعمية وخمسين، أي خمسة، أي هنا خمسة، العفو، دقيتها بالحاسبة. أشيل الصفرين، أشيل الصفرين، ناصر يبقى لي 54 تساوي لي، إيش قد تساوي لي؟ تساوي لي 54 درجة. آخر شيء الرياضة 25%، زاوية الرياضة. رياضة شلون أحلها؟ إيش قد منطيني؟ 25%، 25 على 100 في 360 قانون. أقول 100 على 0 أنزله مال 360، 36 في 35 إيش قد؟ 9000. دقيتها بالحاسبة يساوي، أشيل صفرين، أشيل صفرين، يبقى 90 على 1، يعني إيش قد؟ 90 درجة. زين، كملنا هسه. هاي لا، شلون أسوي الدائرة البيانية؟ أول شيء أضربها المقام 100، وأضربها في 360، بعدين أضرب المقامات، وبالأخير
أقسم البسط على المقامية وأشيل الصفارة إذا أكو صفارة بالمقام والبسط. زين، السؤال 13، أي الأوقات لها نفس النسبة المئوية؟ انباوع، من الأوقات اللي تشبه النسبة المئوية؟ هي التلفزيون والرياضة، باعوا تي في التلفزيون والرياضة، باعوا 90 في 90، إذا التلفزيون والرياضة هي نفس النسبة، إذا أقول تلفزيون والرياضة، تلفزيون والرياضة. نعم. بعد السؤال 14، نحطه هنا الكتاب. سؤال 14، أي الأوقات زاوية قطاعة تساوي 54؟ وين 54 اللي تساويها؟ عندنا المحادثة 54، وينها المحادثة؟ 54 هياته، 54، العفو أنا غلطان كاتبة 45، هي 54 تساوي 54، 54 يساوي 54، إذا هي واضحة شوية. أي القطاع تساوي 54؟ من هي قطاع؟ هي المحادثة، المحادثة. ما السؤال 14 15، ما قياس زاوية قطاع الرياضة؟ ايش قد قطاع الرياضة؟ 90. قطاع الرياضة يساوي ايش قد؟ 90. والسؤال الأخير، كم ساعة يقضيها الطالب في المحادثة؟ ايش قد يقضي الساعة؟ ايش قد يقضيها؟ ساعة ونص، ساعة ونص يقضيها، ساعة ونص. ايش قد يعني 15 على 100 في 10؟ ايش قد يساوي لي؟ 1.5 ساعة ونص. اقول لك كم ساعة يقضيها الطالب في المحادثة؟ ايش قد المحادثة عندي؟ 15، فش اقول؟ اقول 15 على 10 في 10، ايش قد 10؟ 10 بالسؤال الأول، ما عالتي 10 ساعات، أضرب العشر ساعات أضربها وبعدين أختصرها يطلع لي ساعة ونص، ساعة ونص على المحادثة. وشكرا.